10,000 عام من الرفاهية. برأيك ما هي الرفاهية؟ هل هي ثياب، مزوهرات، عطور أم لوحات؟ هل هي تطور للذوق البشري أم للكماليات أو تحد للوقت والزمان والمكان؟ فالرفاهية هي سوار مرصع بالأحجار الكريمة. الرفاهية أيضاً هي ملعقة من صدف. لمن لا يعرف ذلك، فإن الملعقة كانت أداة شخصية يحضرها المدعو إلى الوجبة معه، وكانت صناعة بعض الملاعق تنم عن بذخ، بحيث نقشت ونحتت بزخارف متنوعة وتنتهي القبضة بصدفة حلزون البحر، وهي تعبير عن الرفاهية، خصوصاً أن الصدفة كانت سلعة ثمينة نظراً لندرتها. كنز بوسكوريالي. لمن لا يعرف، فهذا الكنز يتألف من أكثر من 100 قطعة شكلت طقم سفرة كان يستخدم في الولائم، وقد اكتشف عام 1895 في فيلا روستيكا في بلدة بوسكوريالي الإيطالية. الرفاهية هي الساعة الرملية لمارك نيوسن. لمن لا يعرف ذلك، فإن الحبيبات الملبسة بالذهب في الساعة ترمز إلى قيمة كل لحظة تمر، وهذه الساعة تقوم على مبدأ جعل اللامرئي، أي مرور الزمن مرئياً، علماً أن العصور الوسطى عرفت رفاهية وقت الفراغ ولعب الورق والشطرنج، وكلها أنشطة تتطلب وقتاً وتفرغاً في العمل. ولئن صار كل فرد يسمح لنفسه بإعطاء تعريفه الخاص للرفاهية، فإن إيقاعات حياتنا وأساليبها توليها مكانة خاصة. أوليس من الممكن أن نلخص الرفاهية بكونها قدرة الإنسان على التمهل في حياته ليستمتع بعامل الوقت؟ باختصار، الرفاهية هي إرث خالد لتطور الحضارة والثقافة البشرية على مر الزمان والمكان، يمكنك مشاهدته والتأمل في جماليته في معرض 10,000 عام من الرفاهية في متحف اللوفر أبوظبي.